لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضة لعدم الحصول، لأنه عرضة لأن يذهب. نعم. فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد. نعم، لعام واحد فقط، حتى لو بقي في ذمة الشخص الآخر عدة سنوات. نعم، يزكيه عام القبض، لعام القبض. نعم.